مشاهدينا، اليوم العالمي للموسيقى. شباب جمعتهم المواهب، شباب اجتمعوا عبر السوشيال ميديا. حنشوف فرقة الشباب هذه الموهوبة وكيف يتجمعوا ويتميزون بإيش، وأطفوا علينا جو جميل فعلا في الاستوديو. داخلين في التون، أنا شكلي بدخل معاكم كمان في التون. يعطيكم ألف عافية. إحنا اليوم في اليوم العالمي للموسيقى، الموسيقى فن، الموسيقى رسالة، الموسيقى سلام. أول سؤال صراحة يخطر في بالي، يعني طبعاً محمد ومحمد المتحدثين الرسميين عندنا، ما شاء الله شباب أنتم موهوبين، وقبل الهوا أنتم قلتوا لي أنكم تجمعتوا عبر السوشيال ميديا، تحكي لي بس كيف تجمعتوا؟ والله كانت الفكرة طبعاً، حاليا الانترنت اضاف اشياء كثير يعني، فالسوشيال ميديا حيفتح لنا مجالات انه نشوف عازفين كثير، وخاصه انه في المملكه يعني اكتشفنا في ناس كثير، وطبعا جمعنا احنا طبعا يعني انه كل واحد شاف الثاني عجبه أداءه وقال كيف نتقابل زي كذا، وجمعنا على بعضنا يعني بهذه الطريقه. ودليل كمان يعني السوشيال ميديا ساعدتكم كثير، احنا ما عندنا اول شيء معاهد موسيقيه، هذا شيء، والشيء الثاني يعني انا حتى سالتكم كيف الموهبه حقتكم نميتوها ما شاء الله، فطبعا انتم جاوبتوني عبر الوسائل الحديثه. اكيد يعني اليوتيوب اضاف اشياء كثيره، يعني طبعا انت اقل حاجه تدخل تدوري لها على دروس ولا كلاسات يعني حتلقين في اليوتيوب، اكيد اشياء كثير حتضيف، كانت كمثلا انا كعازف ادخل اليوتيوب انمي اشياء كثير عندي انا ناقصه. هذا شنو عندك الرغبه هنا لما نقول الموهبه؟ أكيد. الموهبه ما تعرف حدود انها تتوقف. صحيح. فعلا الانسان اذا كان يبغى شيء حينميه اكثر. صحيح. طيب يعني هو سؤال غريب، ايش لما الشامي على المغربي؟ يعني اول شيء انتم بديتوا في مقطوعه معنا، يعني انا ماني عارفه هل هي من ساوث افريكا ولا من امريكا اللاتينيه، من جد يعني ما شاء الله، وآلات مختلفة ومزيج فعلا مختلف، وفي آلات يعني مثلا أنت الحين جالس على آلة موسيقية عندي. ففعلا يعني أنتوا فاجأتوني صراحة في التناغم اللي موجود. والله هو الفكرة يعني هي طبعا يعني هي خلط بين ثقافات فنية، يعني بين اللي هو الفلامنكو اللي هو طبعا شيء في إسبانيا، يعني هذا الفن هم فن قديم عندهم، والفن الشعبي خلينا نقول عندهم فلامنكو، ضفنا عليه طبعا، أضاف الآلات والشباب يعني عندهم لمساتهم فيها فضافوها كإضافات يعني. يعني أكيد تأخذون وقت في التحضير عشان تتماشون مع بعض وكمان تفهمون على بعض، على تون بعض، يعني آلات مختلفة، يمكن في درجات مختلفة كمان من تداخل الآلات. صحيح. مين المايسترو فيكم؟ والله انا عني انا محمد اشوفه هو المايسترو، يعني ما شاء الله انه هو وساكت يا يعني. محمد انت المايسترو وساكت. والله هم يعني شباب موهوبين كلهم ما شاء الله عليهم، و في لغه يعني موسيقيه الناس تقدر تتفاهم فيها يعني. يعني الموسيقى اللغه هي تجمع، حتى بغض النظر عن اللغات اللي نتكلمها احنا، الموسيقى تجمع هي، عشان كذا الموسيقى واليوم اليوم العالمي للموسيقى، فعلا الموسيقى رساله. أكيد نعم أكيد، وهي لغة للتواصل، ويعني إحنا كل واحد فينا مثلاً من بلد وكذا، يعني اجتماعنا وحتى ما في بيننا أي حواجز يعني، وقادرين نتواصل مع بعض، ويعني التواصل بيننا جداً جميل يعني. أنتوا كمان اليوم يعطيكم ألف عافية في برنامج السيدة، فعلاً كسرتوا لنا روتين كذا وغيرنا كمان وشاركنا كمان في اليوم العالمي للموسيقى. طب إيش رأيكم نسمع مقطوعة ثانية؟ ما في مشكلة أكيد. نستغلكم لآخر فرصة. ما عندك مشكلة. حاضرين. لا حنقول على إي ماينر.
المايسترو لازم يشرف المايسترو. يعني الالحانكم انتم اخذتوا معكم ورك شباب وتتالفوها؟ والله يعني هي سبحان الله احنا تجمعنا وانسجمنا بسرعه. فزي ما قلت لك الموسيقى لغه. يعني الفكره سواء جات عندي او جات عند محمد او جات من علي ندمجها مع بعض. ومعانا استاذ خالد في الفلاوت يعني يضيف لنا في الهارموني اشياء يعني تناغم إيه، فنقدر احنا نطلع مع بعض شكل معين. بس ان شاء الله انه الفترات الجايه حيكون في شغل يعني كثير، راح نسجله في استوديوهات يعني راح نحاول نطور الموضوع اكثر من انه جامينج او انه هو يعني يعطيكم العافيه يعني على هذه الامكانيات البسيطه وكلها يعني عباره عن مواهب. بالعكس المزيج مره رائع في يعني امكانيات يعني محدوده او ضئيله ممكن احنا نقول. بالضبط نعم. ووقت حتى يعني تفاجئنا باللقاء احنا صراحه، بس يعني الحمد لله الشباب يعني عندهم الامكانيه وعندهم. طيب نسمع مقطوعه ثانيه. طيب ايش المقطوع عباره عن ايش هذه؟ والله احنا مسمينها اسم موسيقي يعني مسمينها باسم الكورد نفسه يعني حتى يعني هي انا تخيلتها بشكل معين ولقنتها للشباب والشباب جدا حفظوها بسرعه يعني. هذه كانت اول لقاء كانت اول ما بالضبط هذه كانت اللغه اللي تكلمنا فيها مع بعض. اوكي هذه هي. طب خلاص حمستوني اني اسمعها صراحه. نبدا. أنا لاحظت أنتوا في العزف كل واحد يناظر الثاني، في لغة مشتركة بينكم؟ طبعاً أكيد والله هو أكيد هذا يطلع مع التمرين صح ولا لا؟ أكيد طبعاً لما تشوفون كل الموسيقيين لازم يكون في بينهم يعني نظرات، خصوصاً يعني إذا كانوا لايف شغل لايف فلازم يعني الواحد يذكر الثاني إذا كان في خصوصاً ما في تمرين يعني كتير. أيوه كل لغة بينكم هذه موجودة. أكيد طبعاً. طيب أبغى أسألكم عندكم مشاركات؟ مشاركات اكيد لا مرينا في مشاركات يعني طلعنا في عزفنا. طب كيف الاراء؟ انتم ممكن تشاركون انتم اكثر عبر الانستغرام مثلا تنزل لكم مقاطع بالسوشيال ميديا ولا لا؟ ولا ما عندكم قناه مساحه في اليوتيوب؟ انا بالنسبه لي عندي مشاركات يعني خارج نطاق الشباب يعني بدات في التلحين الفتره اللي فاتت وتعاملت يعني مع فنانين معروفين. في عندي عمل ان شاء الله راح ينزل الفتره القادمه هذه مع الفنان زايد صالح. ويعني اعتمد اكثر شيء يعني انا قاعد اتعلم وقاعد اطور نفسي. اذا في عندي اي شيء اقدر اشاركه اما عن طريق اليوتيوب او عن طريق الانستغرام. تسمع الفيدباك حق الناس والهذا كله تكون في صالحكم. اي نعم.
طيب دائما احنا نقول الموسيقى رساله امل ورساله حياه كمان. احنا بشهر اكتوبر هذا الشهر احنا مكرسينه لكل مراه معانيه من سرطان الثدي، الله يشفيها ان شاء الله لو كان احد معها. ودائما احنا نقول الموسيقى امل والموسيقى كمان حياه. نبغى منكم الحين مقطوعه صغيره اهداء من برنامج سيدتي هنا، واحنا نشارك في حمله توعويه لسرطان الثدي في شهر اكتوبر، وش رايكم؟ حاضرين. نسمعها ان شاء الله. يلا نبداها. ممكن نبدا شايكم. طيب هذه خاصه من برنامج سيدتي. طيب ايش نقول؟ عبد القادر. يلا بس مو هي مش عبد القادر، يعني ما تدخل بالنغمه نفسها بس ترتيبها. هنحاول. يلا قادر. ألف عافية، وإحنا مرة نشكركم على تواجدكم. بس أنا حسوي شيء بسيط، أنا حودع مشاهدينا بس ما حطلعهم فاصل، حخليكم أنتوا تطلعونا فاصل بمقطوعة موسيقية، وش رأيكم؟ لو أي واحد حتى يعزف على آلة بالحال مش مشكلة يعني. أوكي نقول حد باكو. نقول باكو يا عادي. أي ما. والله إحنا شوفي إحنا أنت حت أنتوا حتودعون، أنتوا حتودعون المشاهدين بمقطوعة قصيرة بس وخلاص. أنت طيب عندكم ممكن خليجية؟ في واحدة مدربة عليهم مثلا وفيها رتم خليجي. خليجي والله لا يا كبان لا يعني بس. طيب يلا خلينا انتوا طلعونا فاصل على ذوقكم خلاص. باكو. يلا نقول حقك باكو اللي هي انت معانا بال مي ماينر. تخاطب إبداعات طلاب المدارس في المملكة، وكبار الفنانين يقيمون نتائجها.